من جديد من عبر شاشة الـ MBN بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهذه الحلقة. وبسرنا وبشرفني تكون ضيفتي زينب حسن صعب، باحثة ديموغرافية. أهلا وسهلا زينب. ميرسي حبيبتي، أهلا فيك. تحياتنا لإليك. تحياتي إليك ولكل القيمين على هذا البرنامج. أهلا وسهلا، شرفتينا. يعني اليوم هيك بحث كبير وعميق أنت فيه زينب، بعنوان لبنان سيصبح مجتمع هرم. اليوم هذا عنوان مخيف وعنوان يعني بيصير عنا تساؤلات كتيرة من وراء. أول شيء بداية، كيف إجا ببالك تعملي هيك بحث بيوصل لنتائج كتيرة ممكن نحنا ما كنا منتبهين إنه عن جد ممكن بلدنا يوصل لهيدا المكان؟ طبعا في كتير مؤشرات ودلائل بتخلينا ناخد هيدا العنوان، نعم، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية اللي حاصلة بلبنان المعقدة والمركبة بشقيها المالي والاقتصادي. طبعاً عنا تكاليف الحياة اليومية، عنا ارتفاع أسعار، عنا تكاليف الاستشفاء اللي يعني إذا بدنا نحكي على الاستشفاء مثلا، إذا الأمرأة الحامل بدها تتابع، عندها متابعة حمل، عندها أدوية، عندك حليب الأطفال الرضع المقطوع من الأسواق تقريبا، زائد غلاء الأسعار. نعم، غلاء أسعار الحليب. يعني بمرحلة معينة عم بتلاقي إنه إذا منلاقي الحليب، نعم، إذا منلاقي حليب الأطفال عم نلاقي نوعية معينة، مثلا نروح نجيب نوعيتي هي ذات الحليب ما عم نلاقيها، يعني عم تضطر تغير النوعية للطفل أحيانا مش لمرحلة عمره. يعني عندك من مرحلة الواحد للستة أول بداية الطفل يمكن ما تلاقيها، تضطر تعطيه لفوق عمره، وهيدا الشيء عم بيأثر على صحة الأطفال. طبعاً. يعني الواحد لما بده يفكر إنه بده يجيب أولاد بده يتطلع بكل هيدي النواحي. طبعاً الوضع الاقتصادي بيضغط على كل شيء، يعني كله مترابط ببعضه، بيترابط بالوضع الديموغرافي، بيترابط بالوضع الاجتماعي كمان لان احنا عايشينه، وهذا الشيء عم بيؤدي الى تراجع عدد الولادات بلبنان. يعني هون في عنا مش بس مؤشر واحد، هناك العديد من المؤشرات اللي بتاكد لنا انه رح نوصل لهيدي المرحله، وهذا الشيء اللي عم بيخلي تاخر بسن الزواج وبتاخر صار عنا تراجع بمعدل الولادات. يعني حسب مديريه الاحصاء المركزي الأحوال الشخصية عفوا، تبين أنه كتير تراجع معدل الولادات. يعني كان بعام 2019 معدل الولادات هو 86 ألف ولادة، بينما تراجع بال 2020 إلى 74 ألف ولادة، من ثم لل 2021 صار 68. من 86 شوفي كيف انقلب الرقم، 86 68. يعني هذا التراجع المخيف اللي عم بيصير بمعدلات الولادات عم بيؤدي انه ناخد انه لبنان اذا ضل على هيدي الازمه سيصبح مجتمع هرم. صح. اضف الى ذلك انه يعني صارت العائله اللبنانيه عائله نواتيه، يعني نحن عم نتشابه بالمجتمعات الاوروبيه. طبعا منا كبيرة عم نعد خطواتنا، يعني وامور كثيره. صحيح. يعني عندك العائله مثلا بالمجتمع الاوروبي دائما بيشتغلوا ديموغرافيا، بيشتغلوا على ديموغرافيا السكان ليعملوا خطط تنمويه. هن لما بيعملوا تنظيم اسره او بيشجعوا على الانجاب، هن عندهم شيء متكلين عليه انه عندهم موارد عندهم موارد متاحه. طبعاً. اذا شجعوا على الانجاب بيكون عندهم بدهم فئه ناشطه، يعني صح، فئه اقتصاديه ناشطه، بصيروا يشجعوا على الانجاب. صح. في حال ما استجاب الشعب او المجتمع تبعهم للانجاب بيفتحوا الهجره. نحن ما عندنا هيدا كله طبعاً. بس نحن عم نستخدم هون مصطلح اسمه العقم الطوعي. يعني نحن قصدا ما بدنا نجيب اولاد لانه الحاله ما بتسمح وبتخافي، يعني بتخافي يعني انت عم بتخاطري، ما في شيء بيئه حاضنه ولا في شيء مطمنين عليه على هالاولاد، لا اقتصاديا ولا تربويا حتى. صح. كل المؤسسات التربويه هلا وضع المدارس كله بيلحق بعضه. كمان عندنا كثير مؤشرات نحن ديموغرافيه اللي منها هو النمو السكاني. لحتى نحافظ على النمو السكاني باي بلد بالعالم، في مؤشر نحن بنمشي عليه اللي هو 4.1 لازم يكون. بلبنان انخفضت هيدي النسبه الى 3.6. يعني هون نحن عندنا لما بيتراجع هالقد النمو السكاني، هيدا الشيء عم بيأثر على مستوى الاحلال. مستوى الاحلال يعني هو مستوى الخصوبه. هيدا الشيء عم بيؤدي الى عدم تجدد الاجيال. لما بيتراجع هالقد معدل الخصوبه والاحلال، يعني مستوى الاحلال لكل امراه كمان متعارف عليه دوليا لازم يكون 2.1 للامراه الوحده. يعني لحتى نعرف شو يعني الاحلال، يعني هو بده يكون جيل من النساء يحل محله جيل اخر من النساء. صح.
هيدا هو الإحلال. فإذا ما في عندنا عدم تجدد الأجيال عندنا يعني هيدا الشيء عم بيأثر على البنية الديموغرافية للبنان طبعاً. مش بس على البنية الديموغرافية على التنوع الديموغرافي ومقومات الحياة يعني هون عم يتراجع عدد السكان عم يتراجع النمو الاقتصادي النمو السكاني طبعاً. عم يتراجع الإحلال الإحلال يعني ما في تجدد أجيال يعني نحن عندنا كارثة طبعاً ما في تجدد أجيال هذا الشيء كتير خطر على إذا ضلت الأزمة إذا ضلت الهجرة الهجرة إلى سبب كتير كمان كتير كبير بموضوع انخفاض النمو السكاني طبعاً. يعني عندنا هود الأعمار اللي عم بيغادروا لبنان هن بعمر الإنجاب صح. يعني هي الفئة العمرية من عمر 15 ل 65 هي بنسميها ناشطة اقتصاديا هيدي الفئة هولي عم نفقدهم صح يعني لبنان عم بيفقد مش بس انه عم بيفقد كوادر بشرية طبعاً. عم بيفقد رأس مال بشري مية يعني هذا الشيء عم بيأثر على المستوى الديموغرافي والاقتصادي ايضا طبعاً. للبنان مية يعني مية. كلام اللي حضرتك عم تقوليه زينب يمكن في كتير اشخاص عم بتتابعنا اليوم عم تقول مظبوط لانه اي عائلة بلبنان اليوم وين ما كانت قد ايه عندها الاعمار اللي حضرتك ذكرتيها من الشباب والصبايا والرجال والنساء عم بيغادروا البلد او عم ياخذوا قرار مثل ما قلتي عدم الانجاب بالوقت الحالي واذا استمرت الامور يعني ما بقى وقت حالي صار وقت اللي عم نعيشه على صحيح. بالحياة فهذا الشيء عم بيأثر علينا وهذا الشيء خطر جدا يعني عن جد طبعا خطر على المدى البعيد على المدى البعيد اذا ضلت الأزمة يوم وقت عملتي هذا البحث الكتير كبير وقت نكون عم نعطي ارقام انه عدد الولادات عم بتقل سن الزواج عم يتأخر امور كتيرة بكل المناطق بلبنان انتبهتي لهذا الشيء عم بيصير ولا في مناطق عن منطقة اخرى عم تكون في فرق هلا اكيد بالمدن غير القرى نعم. بضل يعني المجتمع القروي بيغلب على بعض العادات نعم. والتقاليد اما بدك تحكي عن الانفتاح الانفتاح اصلا صار يعني حتى بنت القريه بتقلك انه انا كمان انا عندي بدي اعيش حياتي نعم. بدي عندي استقلاليه بدي اشتغل بدي اسافر بدي يكون عندي حياه انا مش مضطره اني اتزوج بنت 15 سنه او 16 سنه واعمل اسره بالوضع اللي نحن عايشينه طبعا الانفتاح هذا والحداثه والتمدن له دور كتير كبير بتأخر سن الزواج صح. يعني من المتعارف على نحن يعني بالمفهوم السابق للزواج كانت البنت تتزوج بهذا العمر ال 15 سنه لانه هي بتسعى على الاستقرار انه نحن هيك يعني كانوا امياتنا وهلا نحن هيك بدنا نعيش بينما تغير هيدا نحن طلعنا من هيدا الدومين يعني صارت البنت بدها تتحرر بدها تسافر بدها تتعلم صح. ما بقى فيها الضغط عليها صار في تحرر صار في انفتاح صار في استقلاليه كمان طبعا المراه المستقله ماديا بتقول لك انه انا ليش لهلا اتزوج وكون اسره خاصه بالوضع اللي نحن عايشينه هلا لا انا عندي استقلاليه ماديه وخاصه انه المراه اللبنانيه هي نموذج المرأة العصرية اللي بتسعى دائما للمساواة مع الرجل يعني بتحب يكون عندها استقلالية بدي سافر بدي عيش كمان الشاب اللبناني الشاب اللبناني بيقلك انه انا يعني عم بعيد النظر ألف مرة اذا بدي افكر بخطوة الزواج يعني عندك الشاب اللبناني اذا بده يدفع اجار بيت هلا ما بيطلع معاشه اجار بيت صح يعني كتير صعب الوضع وهذا الشيء كمان اللي عم بيأخر كمان هو عنده إعالة يعني طبعاً. عم بيعيل أهله طبعاً طب كيف بده يفتح بيت كيف بده يعمل مستقبل لابنه تعليم بلبنان صار كتير صعب اللي عندهم أولاد يعني مش عارفين شو بدهم يعملوا فكيف هل بده يقضوا مع هذه الخطوة صارت كتير بده يطلع يعني بده ينظر لكل النواحي صح والبنت نفس الشيء يعني مية. عزوف الطرفين عن الزواج هذا الشيء كمان عم بيؤدي لعلاقات خطيره طبعاً. يعني عم بيصير في عنا انحرافات بالعادات انحرافات بالعلاقات الاجتماعيه عم بيؤدي الى شو عم بيؤدي الى خلل على المستوى طبعاً. البنيه الاجتماعيه عم بيصير في مشاكل كثيره يعني عم بيصير في امور كثيره بالعيال من وراء هيدا الموضوع في انحرافات في, في علاقات بديله وهذا الشيء مش من قيم ولا من عادات طبعاً. مجتمعنا اللي نحن تربينا عليها طبعا هذا شيء يعني ما فينا نطلع منه انه لما بيتاخر سن الزواج عند البنت او عند الشاب بدون يميلوا لعلاقات بديله بصير في انحرافات اجتماعيه يعني مش بس عم بيتاثر على البنيه الديموغرافيه انما عم نتاثر اجتماعيا يعني. وقت كنت طرحتي هيدا البحث او العنوان خليني اقول زينب كنت متوقعه توصلي لهالارقام وكنت متوقعه هيدي النتائج تصير بين ايديك والنتيجه الاخيره اللي عم نوصل لها انه لبنان سيصبح مجتمع هرم اليوم ما بعرف قديش كنت هالقد
متوقعة هدول الأرقام أو الأسم الأشياء اللي وصلنا لها؟ يعني كنت متوقعتيها؟ أنا أول شيء بداية عم بطلع كنت عم بشوف أشياء، عم بشوف طبعاً نحن كديموغرافية بنشتغل على هذا الموضوع، يعني لازم نشوف عدد الولادات، عدد الوفيات. طبعاً أزمة كورونا كمان صار في عنا كتير عدد طبعاً. وفيات، هذا الشيء كمان أدى إلى تراجع عدد السكان بلبنان. بنشوف مرحلة، بنشوف النمو السكان، كل هيدي المؤشرات الديموغرافية كتير مهمة أنه نطلع عليها. فأنا لما عم شوف طبعاً نحن عم نتبع مديرية الأحوال الشخصية، البنك الدولي، هيدي الأرقام منا يعني أنه بتنحكى هيك عباسياً، إنما هي أرقام في دراسة يعني مؤكدة. دقيقة مؤكدة طبعاً. حتى الهرم السكاني بيختلف، حتى يعني كل شيء بيوضح وبيبين أنه هذا المجتمع عن جد إذا بقي على هذا الوضع حيوصل لمجتمع هرم. متوقعين بعض الباحثين الديموغرافيين أنه بال 2050 لبنان سيصبح بلد الطفل الواحد. هذا توقع ديموغرافي طبعا من باحثين ديموغرافيين طبعًا كبار طبعًا. انا جديده يمكن على الابحاث الديموغرافيه، فانا ما في قبل سابقيني وعندهم احصائيات عن هذا الموضوع. يعني مثل ما حضرتك ذكرتي قبل شوي، يعني حتى الوضع الاقتصادي والقيمه الشرائيه وامور كثيره هي اللي عم تفرض علينا نوصل لهيدي المرحله. لانه برجع بناكد على النقطه اللي حضرتك ذكرتيها زينب، انه الاهل صاروا هن عم ياخذوا هذا القرار، يعني صار قرار شخصي انه انا بدي اجيب ولد، بدي اجيب ولدين، وهيدي هي بس. يعني لانه الوضع ما فينا نتخبى وراء اصبعنا، هذا واقع عم نعيشه بهالبلد. هذا الواقع اللي عم نعيشه. مثل ما قلت لك مصطلح العقم الطوعي، اذا صح التعبير، يعني انه انا على اي اساس بدي اجيب ولد اذا انا ما عم بقدر امن له حياته 100%. مش عارفه لقدام، حتى اللي عايش بلبنان مش عارف بده يوصل المصير لبعدين. يعني نحن عندنا عدد سكان لبنان حسب اخر احصائيات 6,628,000 وشي. طب اذا عندك هجره بما يفوق ال 2000 مليونين مهاجر، يعني بدك تقولي كمان النازحين والمستوطنين صاروا اكثر من عدد سكان لبنان. طب هذا خطر، يعني هذا الشيء خطر على البنيه الديموغرافيه للبنان، على تنوع الديموغرافي، على مقومات الحياه فيه، على تجدد الاجيال. اذا مثل ما حكينا انه هيدي الفئه الناشطه اللي هي بعمر الانجاب عم بتغادر البلد، لا يعني الكفاءات اللي نحن الكوادر طبعاً. البشريه، راس المال البشري عم بغادر، يعني شو بعد فيه بلبنان؟ عرفتي كيف؟ هيدا هو اللي نحن عم نحكي عنه، عم نعمل تحليل عليه، انه ننتبه لهيدا الموضوع. اذا بقيت الازمه هيك كثير صعبه. طبعا وقت عملتي هيدا البحث وكل شيء عم تقولي كلمه كثير مهمه، هلا ننتبه عليه. شو الحلول او شو الاشياء اللي ممكن نقدر نوصلها؟ ما بعرف توسعتي فيها بالبحث اليوم لحتى نقدر نحد من هيدا الموضوع، أو على القليلة نخفف من هالخطورة اللي واصلين لأكثر وأكثر. طبعاً إذا بدنا أول شيء الأزمة الاقتصادية، يعني هذه مش بإيد حدا، هيدي بدها كتير شغل لحتى تنحل. بس أمتين بتنحل؟ ما حدا شي بيعرف. هيدا الشيء اللي نحن ما بنعرف، يعني هي سبب كل الموضوع هيدا، هي أزمة اقتصادية على لبنان. أمتى بتخلص، أمتى بتنحل، ما حدا شي بيعرف. هيدا هو الأول شيء. تاني شيء عندك بنك الإسكان، هذا كتير مهم. يعني لو بنك الأسكان بيرجع كمان بيفتح وبيمشي الحال، يعني بتخف شوي على الشباب انه بيقدروا ياخذوا قروض ليقدروا يشتروا بيوت. يعني فرق ما انت تدفع شوي، عم تتلحلح الامور هلا، يعني ممكن حتى يعطون شويه امل مثل ما حضرتك عم بتقولي. بصير يعني في شوي يعني بياخذ هيك ساعتها ستاب او خطوه انه يقدر، خطوه ايجابيه انه انا ممكن افتح بيت طبعاً. ممكن اشتري بيت، بتساعد انا وشريكه حياتي لحتى ممكن اشتري انا وياها بيت. بس اجار البيت اليوم مثل ما حكينا طبعاً كثير غالي، وعدا انه المتطلبات الحياة اليومية، غلاء الأسعار، ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وما بنعرف إذا بعد بده يطلع أكثر كمان بالزبط. كمان شو بدها تكون النتائج طبعاً. ما تنسي كمان إن إحنا بنستورد كل شيء خارج لبنان. يعني نحن ما عندنا اكتفاء ذاتي بالشيء. يعني نحن دائما عايشين الخوف والرعب من بكرة، من المجهول. مظبوط. يعني نحن القمح بنستورده، الثياب بنستوردها، كل شيء مستورد، حتى المعرفة مستوردة بلبنان. يعني للأسف عم نوصل لهيدي المرحلة، ولكن دائما بدنا نضل نفتش مثل ما قلتي على الحلول، على مفاتيح لنقدر نقدر نحلها. وان شاء الله كل الاشخاص اللي هن قادرين انه يحلوا بهيدا العنوان الخطر جدا. يمكن كثير بس تقولي لهم هذا العنوان بقول لك لا زينب انه مش لهالدرجه، بلدنا مرق عليه كثير، ولكن ببحثك بالعكس عم بتوصلي لهم الارقام والامور اللي موجوده، الواقع الحقيقي والصحيح. يعني نحن عم نعطي مثل تنبؤ لبعدين. بالضبط. يعني
يعني دائما بس من وراء دراسات يعني دراسات عم دراسات او تحليل ديموغرافي بنبئ بالمستقبل. دائما لما بيعملوا بالدول الاوروبيه تحليل ديموغرافي ليعملوا تنميه مثل ما حكينا تنميه بشريه، لانه ما في سكان دون تنميه ولا تنميه دون سكان. هودي المؤشرين بيشتغلوا بعكس بعضهم، يعني السكان هن تنميه، التنميه هن سكان، عرفتي؟ فهذا هو اللي لازم انه ينشغل عليه، لازم يكون في تخطيط استراتيجي للموضوع ليكون في تنميه بشريه يعني 100%. واذا عم نحكي بهذا الموضوع، الهجره هي عم بتدق جرس الخطر بشكل كثير كبير، لانه الكلام اللي عم بتقولي والتعريف اللي حضرتك عم بتقوليه هلا، وقت نكون عم نفقد عدد كبير من سكان البلد ومن الشباب ومن الاشخاص مثل ما قلت اللي بعمر بدهم يعطوا، بعمر هن هلا بعز عطائهم، هيدي كمان خطر كثير. طبعا ما في عندنا تكوين أسر جديدة، يعني هيدي المرحلة العمرية إذا هاجرت لبنان كيف بدها تكون أسرة جديدة بلبنان؟ صح. ما عندك كبار العمر وصغار العمر، هيدي الفئة الناشطة اقتصاديا هي بيقع على إعالتها الفئتين، كبار العمر وصغار السن، كبار العمر وصغار السن مزبوط. فإذا هي مفقودة هلا وعم تنفقد بلبنان يعني كثير. واصلين لهالعنوان الصعب اللي عن جد بتحس مالك قلب تقوليه، لأنه لبنان غني، يعني غني بكل شيء في عنا إياه من غنى، من حتى بالأدمغة اللي موجودة طبعاً. بالشباب بالصبايا كمان نحن عم نفتكرهم هلا بلبنان طبعاً. يعني عن جد الوضع صعب على المستوى التربوي او على المستوى الصحي طبعاً. عم نفتكر كثير من الموارد البشريه بلبنان طبعا. ذكرتي بعض المؤشرات اللي بتوصلنا لهالعنوان، بتوصلنا لهالنتيجه الصعبه، شو في شيء بعد كمان بالبحث زينب ما ذكرناه بعد لهلا؟ يعني حكينا عن الوضع الاقتصادي والقيمه الشرائيه والغلاء وكل هالامور اللي عم بتوصلنا، حكينا عن الزواج وتاخر سن الزواج عند الشباب والصبايا، لانه كمان الامور ما بتساعد، وكمان هون للمراه كمان حصه كثير كبيره، يعني لانه مثل ما قلنا عم تتعلم، عم بيكون عندها اهداف كثيره، عم بيكون عندها امور كثيره واستقلاليه. نعم طبعا استقلاليه المراه طبعا مثل ما حكينا انه بتاخر، هي من المؤشرات لتاخر سن الزواج. نحن حكينا بالبدايه ازمه اقتصاديه عم بتاثر على معدل الولادات، طبعا ما بدنا ناخذ بعين الاعتبار كمان جائحه كورونا كمان على معدل الولادات. أضف إلى ذلك النمو السكاني اللي حكينا عنه متراجع بسبب الهجرة، يعني الهجرة هيدي الدائمة اللي عم بتصير بلبنان، وما على شيء يعني هلا لو ما في حد للهجرة، لو عم بيصير كتير أمور اللي يعرقلوا الهجرة كان بعد بتلاقي أكتر عدد ممكن برا بسبب الباسبور وكذا. في كتير شباب ما عم بتسافر هلا، ما عم تقدر تسافر، فلو بيفتح لهم المجال لكانوا فل، يمكن اكثر سكان لبنان كانوا كلهم فلوا، كنا سرعنا اكثر للوصول. الوضع كثير صعب، يعني كثير كثير صعب على الشاب اللبناني اللي عم بيتعلم ما عم بيلاقي فرصه عمل او منه بالمكان المناسب. يعني انا مثلا ما عم ياخذ فرصته اللي هو بيستحقها، ما في الانسان المناسب بالمكان المناسب. يعني متخيل انه مثلا ده مهندس او دكتور بعد شوي بده يجي يشتغل دليفري او اي شيء، يعني هذا الشيء ما بيليق بالشعب اللبناني ولا بالمجتمع اللبناني، فعم بيضطر للسفر. علما اذا نحن جينا فكرنا بنلاقي اللبناني دائما بيلاقي حل، يعني بظل الازمه بيلاقي حلول، ولكن الوضع الراهن اللي اشرت له ان كان وضع اقتصادي، امور عم نعيشها اللي هي عم تجبرنا نوصل لهذا المكان، عم بتحد من النجاحات والاهداف والاحلام عند الشباب، خاصه انه بالقطاع العام. نعم. ست الاراء انه بعد الدخل ما هو ما تحسن، بينما عندك شوي بالقطاع الخاص حاولوا انه يحسنوا شوي من المستوى الدخل. انا ما اما بالقطاع العام بعده مثل ما هو، هيدا الشيء كمان كثير كبير، هيدا التفاوت بين القطاع العام والقطاع الخاص، حتى بالمؤسسات التربويه. يعني كثير صعب الوضع هلا بهذا، يعني بيقول لك الشاب انه انا بدي اقبض 1.5 مليون، طب اجار بيتي 300 دولار، طب اذا بدي معلاه، يعني بدنا نحكي بهيدي الامور الدقيقه، انه اذا كيلو اللحم اليوم ب 300,000 او ب 400,000، يعني تخيلي وانا معاشي كله 1.5 مليون، اذا الواحد عنده عائله، يعني كثير كثير الوضع خطير وصعب على يعني ما بينلام الشعب اللبناني اذا هاجر وفل، لانه ما عاد عنده شيء يعمل طبعا. يعني صعب انك ما تلاقي ادويه لابنك، صعب انك ما تلاقي حليب لابنك، مثل ما بلشنا الحلقه طبعا ما فيكي انت، يعني هذا الشيء بوجع القلب. في اشياء بتنحمل
تقدر تغض النظر عنها في اشياء. لا اكيد يعني لما بتصير على مستقبلك ومستقبل اولادك وحياتك تضطر انك بدك تهاجري لبنان. اكيد مع انه ما حدا بحب مني انا وبالجد طبعا كلنا بنقول بدنا نهاجر وبدنا نفل، بس لما توصل الحقيقه عن جد بعز علينا انه ترك لبنان 100%. اكيد يعني هذا الشيء طبعا كلنا وكل يوم يمكن بنحكي تحت الهواء وعلى الهواء وبنقول قد ما فينا، بس ولكن عم بيصير الوضع اصعب وعم بتحسي حالك انه ما بقى فيك تقولي لحدا او تموني على حدا تقولي له ما تسافر، يعني بالنهايه الحياه هذا مستقبل وحياته. تقريبا بعد معنا دقيقه، بهديها اكيد رح نحط الفيسبوك بيج الخاص فيك زينب على اسفل الشاشه، بيقدر الناس يفوتوا ويطلعوا اكثر على بحثك والتفاصيل ويعرفوا كل المسيره خليني اقول الطويله بهذا المجال والنتائج اللي وصلتي لها. كلمه اخيره لكل حدا كلمه اخيره ميرسي كثير لكم. اهلا وسهلا قناه الام بي ان، بدي اتوجه بالشكر لك ست لارا لكل القائمين على هذا البرنامج. شكرا. وبدي اتوجه بالشكر للاستاذ فؤاد رمضان اللي عرفني عليك ست لارا. شكرا. انا كثير نحن بوجه له تحيه كثير كبيره حبيبه قلبي انت استاذ فؤاد رمضان. اكيد وبتمنى ان يكون كمان المقال يعني عجبكم، واكيد هذا الشيء طبعا عشان بيسلط الضوء اكثر على الواقع اللي عم نعيشه، الواقع الديموغرافي اللي نحن عايشينه وبضل هيدي الازمه بالمئة. الاقتصاديه يعني نحن يمكن مطلعين على الوضع الاقتصادي وبنعرف شو عم بيصير حوالينا وبنعرف كميه الشباب والصبايا اللي عم بيسافروا والامور كثير، بس لما بتصير الامور دقيقه بالارقام صار هاني دق ناقوس الخطر. بالضبط بالضبط، على امل ان شاء الله نوصل لحلول كثير ان شاء الله يا رب. نقدر نخفف من هال الأرقام إذا صح التعبير زينب، لنقدر نضلنا محافظين على هالأدمغة الحلوة ولنضلنا ببلدنا موجودين. طبعا نحن بحاجة لهيدا الرأس المال البشري يضل بلبنان طبعًا. لحتى نرفع اسم لبنان وين ما كان 100%. واللبناني منا صعب عليه دايما أنه يعمل فرق كتير كبير، ولكن بده الظروف بتساعد ليقدر يكمل. شكرا لك، شكرا على هيدا البحث يمكن بعنوانه أنه لبنان سيصبح مجتمع هرم صعب كتير صعب انه نتقبله، ولكن هذا الواقع اللي عم نعيشه، وان شاء الله يا رب ما بنوصل لهيدي المرحله ويصير في تغيرات سريعه لحتى نقدر نكمل ونستمر. شكرا لك زينب حسن صعب باحثه ديموغرافيه، شرفتينا وشكرا لحضورك. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام هيدي الحلقه مش جديد، موعدنا بتجدد معكم بكره نفس الموعد، فكونوا كتار. الى اللقاء.